أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل قل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى فالذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم. Ini tanda waqaf lam alif atau adamul waqfi atau la waqfa, tidak boleh berhenti. Kemudian kita melanjutkan dari kalimah al-malaikatu. Al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Kalau ini bacaan mim sukun bertemu dengan huruf apa saja selain mim dan ba, bacaannya izhar safawi. Mim sukunnya dibaca jelas dan pendek. Ad qalqala sugro memantul, jaiz boleh berhenti. Wadzuqu adzabal hariq. Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna allaha laysa bidhallamin lil 'abid. Kada bi ali fir'auna walladzina min qablihim kafaru bi ayatillahi fa akhadahumullahu bidhunubihim. Inna allaha qawiyyun shadidul iqab. Dzalika bi anna allaha lam yakun mughayyiran ni'mah. Tanwin dimasukkan pada nun, idgham, biguna, ditekan panjang, dua ketukan. Kemudian, tak marbutoh ketika berhenti atau wakuf, disukunkan berbunyi huruf H. Ni'matan menjadi ni'mah. Kemudian sambungkan.
lam yakumu ghayran ni'matan an'amaha ala qawmin hatta hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allaha sami'un alim. Kada bi ali fir'auna walladzina min qablihim kazzabu bi ayati rabbihim fa ahlaknahum bidhunubihim فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ. Bacaan idgham mutajanisain. Misalnya dimasukkan pada huruf ta, ditekan pendek. Alladzina 'ahadta minhum tsumma yanqudhuna 'ahdahum ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ في الحرب فشرد بهم من خلفهم فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ.
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها الناس
nabiyyu hasbuka Allahu wa manittaba'ak. وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِيَّاكُمْ مِنْكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا 200 وَإِيَّاكُمْ مِنْكُمْ 100 يَغْلِبُوا 1000 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
Qadakallahul Azim.